شهدت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر زيادة ملحوظة في أعداد السائحين خلال الأشهر الماضية، وأكد وزير السياحة والآثار خالد العناني استعداد مصر التام وجاهزية منتجعاتها السياحية لاستقبال السياحة من روسيا ومن جميع دول العالم. كذلك خلال استقبال وزير السياحة للسفير الروسي بالقاهرة جورجي بريسينكو الذي أكد عشق المواطنين الروس لمصر وحضارتها العريقة، كما أشار إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم. عبر الهاتف تنضم إلينا دكتور سهى بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة. دكتور سهى، أهلا بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية. كان في بالفعل توقعات بانتعاش حركة السياحة خصوصا الروسية، طبعا بسبب الجهود المصرية اللي بذلت على مدار الفترة الماضية، سواء بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيسين الرئيس السيسي والرئيس بوتين أو زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة. كيف من الممكن أن توضحي لنا تفاصيل عودة السياحة من جديد، السياحة الروسية إلى مصر من جديد؟ مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. الحقيقه طبعا زي ما حضرتك اشرت في التقرير ان دي جهود مستمره لفترات طويله جدا، وطبعا عوده السياحه الروسيه او عوده حركه الطيران الى منتجعات البحر الاحمر وجنوب سيناء دي كانت نتيجه جهود ثنائيه ما بين البلدين، طبعا اهمها حسن العلاقات ما بين البلدين واستمرار جهود المبذوله من الجانب المصري من جميع دول العالم. الحقيقه في هذا الاطار ان مصر استعدت استعدادا جيدا لاستقبال السائحين من كل المقاصد السياحيه او الاسواق السياحيه، وبالتالي كمان السوق الروسي. المنتجعات لدينا جاهزه، العاملين جاهزين ومؤهلين، وايضا الطيران ومطاراتنا جاهزه لاستقبال الوفود السياحيه من كل انحاء العالم. نعم. وجود طبعا او يعني خبر عودة السياحة الروسية هو مرحب به في القطاع السياحي، وبيثير حالة من التفاؤل لدى العاملين في القطاع، لأن إن شاء الله طبعا أكيد السوق الروسي مهم من الأسواق المهمة المصدرة للسياحة، وبالتالي هيكون عاش إن شاء الله في السنة القادمة كما حدث من ساعة الفتح. الحقيقة يمكن مصر من ساعة ما أعلنت الفتح الجزئي للسياحة والحمد لله التدفقات مستمرة والمؤشرات إيجابية إلى حد ما. نعم، كان في فعلا تصريحات للدكتور خالد العناني بيعلن فيها عن زيادة السائحين القادمين إلى مصر في مطارات، طبعا بنتحدث عن جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى علم، وبنتحدث عن الأقصر وأسوان أيضا والكثير من الأماكن السياحية. ما هي المعايير التي تقوم بها أو تستخدمها وزارة السياحة لتسهيل وتوفير الراحة بدرجة أكبر للسياح؟ تحدث عن الأمن وطبعا الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا. الحقيقة منذ بداية الجائحة ووزارة السياحة وضعت خطة محكمة لكيف هذه الأزمة، وكان عملية الفتح كانت فتح مدروس وليس فتح عشوائي، وكان مخطط لها أنها تبقى بطريقة تدريجية. لابد. نعم دكتور سهى، طبعا مع وزارة الصحة والمنظمات العالمية ثقة كبيرة جدا، إلى جانب يعني عمل بعض الزيارات للمشاهير والمدونين وأيضا السفراء الدول، كان له أثر كبير جدا في أنهم ينقلوا الصورة الحقيقية على أرض الواقع لما يتم اتخاذه من إجراءات حقيقية، وكمان المتابعة الجدية من جانب وزارة الصحة والرقابة والتشديد على المنشآت للالتزام بهذه الإجراءات. فده الحقيقة عكس صورة إيجابية للزائرين، وبالتالي ده بينقل صورتنا وبيبقى عندهم ثقة كبيرة جدا في المقصد السياحي المصري، إلى جانب طبعا حضرتك عارفة الإجراءات في المطارات وطبعا البي سي آر والإعلان عن تطعيم العاملين في القطاع. نعم. اللي بدأ فعلا، فكل ده طبعا رسائل إيجابية بتؤكد على المقصد المصري على الحفاظ على سمعته السياحية وعلى المواطنين والعاملين في القطاع. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهى بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة.